تقدمي المهرجان؟ كل الشكر طبعا للسيد رئيس المهرجان مهند الغزاوي، هو اللي اختارني ايوه في الدوره الاولى في مصر هنا. انا كنت يعني معاه في الدوره اللي كانت في تونس السنه اللي فاتت 2020. اخبار كورونا بقى عملتكم ايه؟ اصلا كنت متوقعه ان المهرجان هيتعمل في والله. بص، هي مصر يعني بلد الفن والفنانين، يعني مش حاجة غريبة انه في حفلة هنا بتتعمل. وربنا يستر، يعني هو كلنا بنخاف من الكورونا، بس هنعمل ايه؟ الحياة تتواصل الحياة مش بتقف، فاهمة؟ يعني مش لازم تقف، توقف قبل ما بتوصل. في ناس في مصر بيشوفوا ان انت شبه هنا الزاهد الممثلات، ده شرف ليا. هي اجمل بكتير بقى، انا شايفاها اجمل بكتير. شكرا، بس هي جميله جدا هنا وانا بحبها يعني جدا. كلمه بقى بالنسبه انتهاء 2020 وبدايه 2021. ان شاء الله يا رب قصه الكورونا، فيروس كورونا هذه توفى بتونس يعني تنتهي. اوبتيميست، اني متفائله يعني باللي جاي، وان شاء الله القادم افضل يا رب. وان شاء الله اهم حاجه هي الصحه والضحكه والفرحه، تحيا جمهورية مصر العربية بقى.